الفطير وكل الروايح. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ، منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه السوشيال ميديا، واحنا حاليا طالعين معاكم لايف على الشاشه وطالعين معاكم لايف كمان على الفيسبوك، فتقدروا تدخلوا تتابعونا سواء هنا او هنا، تقدروا تسيبوا لنا اسئلتكم على اللايف على صفحه البرنامج، وصفحه البرنامج سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام هتنزلها على الشاشه يا مصطفى. يلا هتنزل لكم الصفحة على الشاشة دلوقتي برضو عشان تبقوا عارفينها. طبعا كل الناس اللي معانا لايف دلوقتي هي عارفة الصفحة اوريدي، الناس اللي مش عارفة الصفحة هتنزلها على الشاشة دلوقتي وتقدروا تدخلوا، هتحضروا معانا كل كواليس الحلقة، هتحضروا معانا كل الفواصل، هتكونوا موجودين اي حاجة بتحصل بره الهواء انتوا هتكونوا موجودين فيها، ما بنقفلش اللايف خالص وبنفضل لايف طول الحلقة. فالصفحه اهي على الشاشه دلوقتي سنه اولى طبخ مع الشيف ساره عبد السلام، هي صفحه فيسبوك، هتدخلوا تلاقوا اللايف ده شغال حالا والناس قاعده بتتفاعل معاه اهي وعماله تسالنا اسئله. اسئلتنا النهارده يا جماعه يا ريت تكون في مواضيع التعطير، اي حاجه عندكم مشكله مع ريحتها، البيت عايزين تعطروه ازاي، اللبس تعطروه ازاي، ده موضوع الحلقة. فطبعا يفضل دايما ان الاسئلة تكون في موضوع الحلقة علشان نغنيه اكتر ونثريه اكتر، ولكن طبعا اي اسئلة في خارج في مواضيع تانية يعني بنرد عليها بعد كده. طيب تعالوا الاول نتكلم على حاجات بسيطة كده لازم تتعمل علشان البيت يفضل ريحته حلوة. ابسط حاجة التهوية، انا لازم اهوي البيت، اكيد اكيد انا متوقع مكان انا قافلاه طول الوقت، بطبخ جوه وباكل وبنام وبشرب وفي حمامات وفي كل حاجه في الدنيا وما بيتفتحش، اكيد ده كده الف ب مكان ريحته مكتومه وحشه والهواء ما بيتجددش، مش الطف حاجه خالص. فدي كده بدايه الكلام التهويه. فمحتاجين تخلوا عندكم عاده كده صباحيه ان كل يوم الصبح بنفتح شبابيك البيت. انا عارفه ان في اماكن تراب، انا مثلا يعني لما بفتح شباك البيت ساعه البيت بيتردم حرفيا يعني، بس لازم اعمل كده، مش هقدر اتحمل كتمه البيت قوي يعني مقفول طول الوقت. فمحتاجين نهوي كل الاوض، نهوي الحمامات، المطبخ لو ليه شباك نهويه، اي حاجه ممكن تتفتح نهويه. لو احنا من الناس اللي مثلا في بيت عيله او كده وممكن نفتح باب الشقه وليه سلك وبتاع، اعمله كده جدا بيهوي البيت قوي لانه بيعمل تيار في البيت كله. فدي كده بدايه اي حاجه. الفرش محتاجين ان هو برضو يتهوى، بطاطين، ملايات، لحفة، كل ده محتاج يتهوى، محتاج يتغسل كتير. الناس بتنسى تغسل الحاجات دي، الناس بتغسل اللحاف مثلا من الموسم للموسم، ممكن احيانا كمان يعدي موسم كامل وما يغسلهوش، مع ان اللحاف ده انا بتغطى بيه كل يوم وممكن اكون بعرق وممكن يكون جسمي بيفرز ريحة معينة، في 100 حاجة تخلي ريحته وحشة ومكتومة. فكل الحاجات الصغيرة دي مع بعض لما بتتجمع في بيت واحد طبيعي هتخلي ريحته مش حلوة. لو أنا عندي حيوانات لازم أهتم جدا بنظافتها، أنا مش من مؤيدين إطلاقا إن كلب يبقى جوه البيت بصراحة، لأن السيطرة على نظافته جوه البيت صعبة قوي. القطط مفيش مشكلة الواحد بيعرف يسيطر عليها، لكن الكلاب صعبة قوي. فأفضل إن هو يكون في مكان مناسب ليه، أو لو من الأنواع الصغيرة اللي مناسبة إن هي تعيش في البيوت أوكي ماشي. ويا ريت ما ندخلش في دبيت حلال وحرام، احنا ما بنتكلمش في حلال وحرام خالص في البرنامج هنا. ما فيش حد هنا مؤهل ان هو يفتي يعني في ما هو حلال وما هو حرام، فاحنا بنتكلم عموما يعني. كل الحاجات دي مهمه جدا. طيب نتكلم على حاجه حاجه كده. فرش البيت هل بيتعطر؟ اه بيتعطر. في طريقه معينه لتعطيره؟ في 100 طريقه لتعطيرها. اول حاجه معطرات الجو اشكال وانواع في السوبر ماركت، تقدروا تشتروا منها اي نوع انتوا بتحبوه، رشه كل يوم الصبح ورشه كل يوم بالليل هتخلي البيت دايما ريحته فريش كده وجميل. في المعطرات الكهربائيه اللي بتبقى جهاز وبيركب في الحيطه وبيطلع كده معطر كل فتره، دي برده جميله جدا 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 وبتخلي ريحه البيت جميل وبتخلي الدنيا لطيفه جدا. ممكن احط واحد في الحمام، ممكن احط واحد في المطبخ، ممكن احط واحد في الليفنج روم، اقدر احطه في كل حته، في اوض النوم اقدر احط زي ما انا عايزه. في حاجات بتركب في الفيشه على طول، في حاجات بيتركب لها براحتكم تماما، في فواحات، في بخور، كل دي طرق لتعطير البيت وان احنا نخليه ريحته جميله. طيب في طرق ابسط من كده، في طرق ابسط من كده بكتير. هاتي حله يا ستي حطيها على البوتاجاز،
حطي فيها شويه ميه وشويه فانيليا واي زيت عطري بتحبيه في الدنيا، تجيبيه من عند العطار. العطارين عاده بيبيعوا زيوت عطريه كتيره جدا، هتجيبي الريحه اللي انت تحبيها، او حتى ممكن تكتفي بفانيليا، قشر ليمونه، قشر برتقانه، شويه اعواد قرفه، وتسيبيها تغلي مع الميه على النار مده، هتعطر لك ريحه البيت كله وتخلي ريحته جميله جدا. هل في طرق ان احنا نمنع ريحه الطبخ؟ مفيش. وانا بقول لك اهو، اي حد يقول لك ان في طريقه تخلي البيت لما تطبخي ما يبقاش في ريحه طبخ، ده اي كلام. الطبخ كله روايح عطريه فواحه ونفاذه وطياره، لازم هتنتشر في البيت كله. كل اللي بعمله ان انا بحاول بقدر الامكان، لو ينفع اركب شفاط اركبه، لو ينفع اشغل مروحه بشغلها، لو ينفع اسيب شبابيك البيت مفتوحه وانا بطبخ اوكي هعمل كده، اجراءات احترازيه. لكن هل في حاجه واحده هتمنع ريحه الطبخ من البيت تماما؟ انسوا ان ده يحصل، مش هيحصل. وملهاش علاقه، عشان ده ديبيت قوي جدا، المطبخ المقفول ولا المطبخ الامريكان، الاثنين بيخلوا ريحه البيت اكل. لا الامريكان بيخليه اكل بزياده، ولا التاني بيخليه هاتوا سمك يا جماعه وقلوه. في مطبخ امريكان او قلوه في مطبخ عادي، نفس الريحه بالظبط، نفس ريحه القلي اللي في كل حته، نفس كل حاجه، مفيش اي فرق. فانا مش مع فكره ان المطبخ الامريكان بيخلي ريحه البيت اكل. هو ريحه البيت بيبقى اكل عشان البيت فيه اكل بيتطبخ، مش اكتر من كده، ايا كان نوعيه المطبخ. الا لو انت بقى هتدخلي المطبخ تقفلي عليكي بابه تماما وتقفي انت بقى تتشوي في الحر جوه، ساعتها دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تقلل ان الريحه تنتشر في البيت. لكن اي حاجه غير كده هبقى بكذب عليكي. في بعض الحاجات اللي ممكن نعملها علشان نشيل ريحه القلي، بالذات لما يكون سمك او زفاره في البيت، اوراق المرمريه او المراميه بنجيبها نحرقها على اي صاج، صاج اللي بنسخن عليه العيش ده، او شياطه زي بتاعه الرز نحطها بس على عين البوتاجاز ونحط عليها الورق بتاع المراميه ونسيبه يتحرق، الريحه بتاعته بتشد ريحه الزفاره من البيت كله. دي برضو حاجه ممكن نعملها. فاللي يقدر يركب شفاط في المطبخ عنده زي ما قلت لكم طبعا هيبقى مفيد جدا ومش هيضر، بالذات لو مطبخ مفتوح لازم نركب شفاط. طيب انا عايزه اعطر الفرش بتاعي، عايزه الفرش بتاعي كده لما اجي اقعد عليه الاقي ريحته جميله. عندك كذا طريقه، تقدري تبخريه بخور عادي، بخور ونولعه فحم وبتاع ونعطر البيت كله ونبخر الفرش ونبخر السراير ونبخر الكنب، ودي طريقه جميله جدا وهي اكتر الطرق بدائيه وتلقائيه في الحياه، يعني اهلنا بيبخروا من سنين السنين. الحاجه الثانيه ان انا ممكن اجيب بخاخه، اي بخاخه فاضيه، هحط فيها ميه وهحط فيها شويه من السائل المتعطر او المناعم بتاع الغسيل، شويه كده، واخفهم بميه واحطهم في رشاشه وارش بيهم الفرش، البطاطين، السراير، ما بيبقعش، ما تقلقوش خالص، ما بيعملش بقع وبيعمل ريحه جميله جدا في البيت كله. ينفع يترش بيه حتى السجاد على فكره، الستاير، كل حاجه ممكن تترش بيه هتخلي ريحه البيت جميله جدا. ممكن انا اجيب ميه اغليها على النار، قشر ليمون على قشر برتقان على اعواد قرفه على فانيليا على اي حاجه عطريه انا بحبها، اي زيت عطري انا بحبه، وبصفي الميه دي وانقلها البخاخه وارش بيها كل البيت. برده ناخد بالنا بس الزيوت العطريه ممكن تبقع، فدي من الحاجات اللي ممكن نعملها. طبعا لبسي نفسه محتاج اعطره، انا مثلا بحب المعطرات اللي بريحه العود، فدايما برش جوه الدولاب منها عشان تخلي ريحه اللبس حلوه، برش دايما دولاب الطرح بالذات برش عليه دايما. من الحاجات المهمه جدا عشان اللبس ما يكمكمش في الدواليب ويعمل ريحه انه يتهوى. مفيش مشكله ان نسيب الدولاب مفتوح كل يوم شويه، افتحيه كده وانت فاتحه الشبابيك الصبح، افتحي برده الدولاب خليه ياخد شويه شمس وياخد شويه هواء نظيف ويتهوى. طبعا عارفين الاعواد اللي بيبقى اسمه البخور الرفيع ده اللي بيبقى عود خشب كده وبنولعه بيعمل ريحه جميله جدا، انا دايما بحطه في الحمام ودايما بحطه في الليفنج روم، اوضه النوم. انا بحب جدا بصراحه ان البيت يبقى ليه ريحه حلوه، فبهتم جدا بالموضوع ده، وانا دايما بتجه ناحيه المعطرات اللي ريحتها شرقيه شويه، العود والحاجات دي بحبها قوي، فدايما تلاقوا ريحه البيت عندي كده علشان انا بجيب بقى معطرات بالروائح دي، وبقعد اهتم جدا كل يوم لازم السرير يترتب، لازم يترش كله، المخدات والبطانيه والملايه لازم كلها تترش عشان تبقى ريحتها كده منعشه، لما اجي انام فيه بالليل الاقي ريحته حلوه. فكل دي حاجات صغيره جدا محتاجين ان احنا نعملها في البيت. بلاش لو انا عندي اطفال، الاطفال طبعا مع الرياضه والتمارين والمدرسه واليوم الطويل جزمهم بتعمل ريحه، محتاجه ان انا هويها كويس جدا في البلكونه قبل ما ادخلها البيت، لان هي لو دخلت بالكمكمه والعرق اللي فيها ده اكيد هتخلي ريحه البيت مش احسن حاجه. اللبس اول باول، ما يبقاش لبسي ريحته عرق او ريحته طبخ او ريحته ايا كان واقوم حطاه في الدولاب زي ما هو.
لو حطيت، لو انا وقفت مثلا لابسه بيجامه طبخت بيها وخدت البيجامه دي دخلتها الدولاب، انا باكد لك الدولاب كله هيبقى ريحته طبخ. انت مجرد ما تفتحي باب الدولاب اصلا هتحسي ريحه الطبخ كده هفت عليكي. فالحاجات دي بنخصص كمان، من نصيحتي دايما ده بقول للستات دايما الموضوع ده، ان يا ريت نخصص لبس للطبخ. انا بعمل ايه انا كساره؟ يعني البيجامات اللي مثلا خلاص ما عدت زهقت منها، ادمت شويه، حاجه جه فيها بقع، حاجه بهت عليها حاجه، ممكن اقف اطبخ بيها. بشتري بناطيل ليجنجز بتاعه البيت دي، بتبقى رخيصه جدا من اماكن كتير، واي توب ساده عليها واقف اطبخ بيهم، يبقى شكلي لطيف وفي نفس الوقت ما بهدلش اللبس اللي انا بقعد بيه في البيت. بيجامات النوم مش هي اللي اطبخ بيها، التيشيرت اللي هخرج بيها مش هي اللي اطبخ بيها. طبيعي يعني، ده طبيعي جدا لاي بيت، يعني في الهواء احنا بنطبخ بلبس مضطرين يعني، لكن في البيت انت مش مضطره ابدا انك تعملي ده. حافظي على حاجتك، دايما البسي مريالة عشان لبسك ما يتبقعش. كل دي حاجات بتحافظ، المريالة بتاعت الطبخ بعد الطبخ على طول احطها في الغسيل، ما خليش في البيت فوط التنظيف مكمكمة وريحتها مش حلوة ومرمية في كل حتة، برضو بتعمل روايح مش حلوة. الناس اللي بتاخد فوط التنظيف كلها تقوم مجمعاها في جردل ولا في أي حاجة وحطاها تحت حوض المطبخ، بتخلي ريحة المطبخ كله وحشة، وبتخلي تحت حوض المطبخ ريحته كأننا فتحنا يعني البلاعة، بتخلي الريحة وحشة جدا. فوط التنظيف مهم جدا اول باول تتغسل. طيب انا مش قادره اغسلهم دلوقتي او مش لاحقه اغسلهم دلوقتي، ميه سخنه فيها شويه اي منظف في الدنيا، كلور ولا اي حاجه من حاجه الملابس، وارمي فيها الفوط، ما تباتش حتى بالحاجات اللي مش نظيفه اللي فيها فتعمل لي ريحه وحشه ثاني يوم. مهم جدا 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 من الحاجات اللي بتدمر ريحه البيت، الثلاجه. ما ينفعش اسيب حاجات بايظه في الثلاجه، ما ينفعش اسيب لحوم باليومين والثلاثه والاربعه نيه جوه الثلاجه بتعمل ريحه وحشه. ما ينفعش ينقط في الثلاجه اكون مثلا بفك لحمه فاللحمه دي نقطت الدم، ما ينفعش اسيب الدم ده ما نضفوش، لازم الثلاجه كلها تتنضف، لانه لما بيقعد بيعمل ريحه وحشه جدا 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 فوق ما تتخيلوا، فمحتاجين ننضفه اول باول برضو. عموما يعني اللحوم لما بنقف نقطع لحمه نعمل كفته، اي بواقي لحوم في المطبخ بتاعتي ما اتنضفتش كويس بتخلي ريحه المطبخ من ابشع ما يكون. فرن البوتاجاز اللي بيقع فيه اكل وما بنضفوش اول باول برضه بيخلي ريحه البيت وحشه. دراج المطبخ اللي انا شايله فيها اكل ومكرونات ودقيق وممكن توابل وحاجات، حاجه باظت، حاجه سوست، حاجه عملت، حاجه ادمت، كل ده بيعمل ريحه في البيت كله. ما تفتكروش ان الريحه دي هتبقى في المطبخ بس، الريحه دي هتبدا تتسرب حبه 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 لحد ما هتلاقوا البيت كله ريحته وحشه. في ناس بيبقى بيوتها على المنور، محتاجين شباك المنور ده نقلل فتحه بقدر الامكان، لانه بيجيب حشرات وبيجيب تراب وبيجيب روائح وحشه جدا في البيت، فنحاول بقدر الامكان ما نفتحوش، يعني ضحي بيه. معلش شباك المنور ده حاولي تتجنبي استخدامه او تتجنبي فتحه بالذات، بيدخل حشرات كتيره جدا. نطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع منه نكمل حلقتنا عن تعطير البيت، مستنيكم. ورجعنا من الفاصل. طبعا اثناء الفاصل احنا كنا لايف معاكم على الصفحه وما زلنا، فممكن في الفواصل تتابعونا على الصفحه هتلاقونا برده موجودين معاكم، واللي عنده اي سؤال في حلقه النهارده يقدر طبعا يكلمنا على تليفوناتنا 2600 لاي موبايل و0900 900 لاي تليفون ارضي، ومستقبل تليفوناتكم طول اليوم. واللي حابب يتواصل معانا يتواصل معانا على السوشيال ميديا برضو مفيش مشكلة خالص. معطرات، في ناس بتقولي ان في معطرات سايبة بتتباع عند العطار وبتاع المنظفات، هاتي كمية صغيرة وجربي وشوفي، اتأكدي بس ان هي حاجة كويسة، عشان المواد الكيماوية اللي بتتعمل غلط بتعمل حساسيات، بتعمل اذى للجسم، فخدوا بالكم من ده. في حد كاتب لي كومنت لطيف جدا، ازاي اعطر المخدات والملايات قبل النوم من غير ما اذي بشرتي؟ لا ما تعطرهاش قبل النوم على طول، هتعطريها الصبح او الظهر او كده عشان تبقى جاهزه بالليل للنوم، لكن مش منطقي ان انا ارش معطر واقوم رايحه نايمه عليه، مش حاجه كويسه للبشره ابدا زي ما انت قلتي، ولا للصدر على فكره كمان.
صباح الورد والخير والبركة، تعطير البطاطين بعد الغسيل يا سارة عشان ما تكمكمش. طبعا أول حاجة في البطاطين عشان ما تكمكمش لازم تنشف كويس جدا، وفي الشمس ضروري جدا في الشمس. لما اتاكد ان هي ما عادش فيها اي رطوبه وان هي نشفت تماما، ساعتها اقدر ارشها باي معطر واسيبها متهويه وهي مرشوشه بيه، وبعد كده اشيلها هتبقى معايا زي الفل. او اجيب حاجه من الحاجات اللي انا قلتها، اي باكت معطر اي حاجه واحطها معاها، ما فيش مشكله برضو. يا رب يخليكي مكه. على في ناس كتير بقى بتقولي كلام حلو قوي، فانا بشكرهم جدا. رجاء محمد بتسالني السويت شيرت دي منين، استني ما افتكر كده منين يا ساره. لا مش اونلاين، جايبها من إلسي وكيكي. شايفه قلتها لك على هوا اهو، بيصوتوا مني في الكنترول. الغساله، الهدوم في الغساله ريحتها مش حلوه. انا قلت لازم الغساله تتنضف. الغساله لما هتنضفوها هتكتشفوا ان في بلاوي بلاوي جوه انتوا ولا دريانين بيها، هي اللي عامله كل الروائح دي. دراج الغساله لازم تتفك وتتنضف، كل ده لازم يتنضف. والغساله بالمناسبه جدا بقى، نسيت الموضوع ده، ما نقفلش الغساله بعد ما نخلص الغسيل. يعني احنا خلصنا دوره الغسيل بتاعتنا، طلعنا نشرنا، ما نقفلهاش، ما هي مبلوله من جوه. فلما بنقفلها بتصدي وبتكمكم وبتعمل عفن اسود، بتعمل بلاوي سودا كتيره قوي. فلازم نسيب كل بواب ودراج الغساله مفتوحه لحد ما اطمن ان الغساله نشفت تماما. انا بخاف افتح الشبابيك عشان لسه متجوزه وقاعده لوحدي، بفتح بس شبابيك الحمام. طب انت لسه متجوزه وقاعده لوحدك هيحصل ايه يعني؟ هينطوا عليكي من الشبابيك كل يوم يا ندى. افتحي الشبابيك يا ندى. لا ما تخافيش يا حبيبتي، وافتحي عادي جدا. انا بقولش افتحيها اليوم كله يعني، بس افتحيها ساعة كده الصبحية ولا حاجة. ازاي اعطر غرفة النوم ودايما تكون ريحتها حلوة؟ احنا قلنا كذا حاجة، قلنا التعطير المعطرات، قلنا الجهاز اللي بيركب اللي بالكهرباء اللي بيرش معطر كل شوية، معطر الجو اللي بيتباع في السوبر ماركت، اي حاجه ريحتها عود وبخور بتخلي ريحه الاوضه جميله جدا. والنظافه طبعا، الملايات تتغير اول باول، لان كل الملايات دي حاجه انا بنام عليها، فهي عماله تشد كل حاجه من الجسم، عرق بقى وكل حاجه، فلازم تتغير كتير. مش كتير طبعا، في ناس بتغيرها كل يوم، ده اوفر يعني، بس يعني ما يعديش، خلينا نقول اسبوع يعني، ما يعديش اسبوع ما غيرتش الملايات بالتاكيد يعني، وده اقصى حاجه، ممكن مرتين كمان في الاسبوع، لكن ما نعديش ابدا اسبوع يعني. ريحة الحمام دايما مش حلوة، حتى لما بغسل الحمام وبعدها بشوية تطلع ريحة وحشة. شو بتغسلي ازاي؟ الناس اللي بتمسح الأرض بفوطة، الفوطة دايما بتعمل ريحة وحشة، ده أول حاجة. هتستخدموا أدوات التنظيف المايكروفايبر، استخدموا فرشة، شدوا المياه بالجلد أحسن بكتير جدا من الفوطة. وشوفي المنظف اللي انت بتستخدميه، ممكن يكون ريحته مع حاجة تانية انت بتحطيها. أحيانا في منظفات لما بنخلطها مع بعض بتعمل ريحة وحشة، فخدوا بالكم برضو من كل ده. نشوف ايه تاني عندنا. وخدي بالك بالنسبة لريحة الحمام الوحشة، ممكن يكون الصرف، الصرف بيطلع ريحة وحشة في حمامات كتير، ويفضل يا عيني ايه مغلب الناس، وهو اصلا المشكلة في الصرف. في ساعتها بنحتاج بقى سباك يجي ينظف البلاعة. نور عيني شبسارة، انا بحبك قوي وبتعلم منك كتير. انا عندي مشكله، كل ما اجي امسح ارضيه الشقه بلاقي ريحه مش كويسه، مهما احط معطر او ديتول مش عارفه ايه سببها. اللي بتنضفي بيه، انا ادوات التنظيف بتفرق جدا، ما تمسحيش بفوطه، الفوطه بتعمل ريحه زفاره وحشه قوي في الارض. امسحي باي موب ممسحه كويسه او فوطه مايكروفايبر، اي حاجه من الحاجات دي هتكون احسن بكتير. حاضر، عجينة الليمون بتطلب مننا في الكومنت، فهنزلها لكم على الشاشة تاني. الصوت واطي جدا. حاضر، ازاي انضف دولاب المطبخ الوميتال من غير ما يجير؟ الالوميتال اسهل حاجة في التنظيف، ده اي منظف مطبخ عام ينظفهولك يخليه بيلمع زي الفل. وجعاني. انا سؤال حضرتك، ما بتقريش المكونات بتاعت الطبخة؟ يا ريت بقراها كل يوم والله العظيم. انت بتتفرجي على برنامج تاني ولا ايه يا سمر؟ بقراها والله وبنزلها على الشاشه كمان. بقراها والله. انت بتنسيها. طب بقول لك ايه، لو موبايلك فيه كاميرا ما تصوريها اول ما تنزل على الشاشه. هحاول اكرر لك كذا مره. حاضر، من عيني الاثنين. ناس كتير جربت الايس كريم وكاتبه كومنتس لطيفه عنه، بالهنا والشفا يا رب.
الحاجة فاطمة معانا على التليفون. يا حاجة فاطمة أهلا وسهلا، أهلا بيك. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله، الله يبارك. يا رب دايما. أنا السؤال بتاعي، أنا ست مسنة وعندي نمل في ريتي ومش نظيفة، مش عارفة أشيله. إيه اللي إيه معلش؟ نمل في ريتي، نمل كبير. نمل حاضر حاضر، فارسي مش نمل كارثي، نمل فارسي نوعه كده. حاضر، النمل الكبير. بصي هقول لك على تركية صغيره، رشي في اركان البيت، معلش هو يعني انا عارفه ان اكيد مش الطف حاجه، كمون او قرفه، كمون وقرفه كمان مع بعض الاثنين، رشي كده بيطفشه، ما بيحبوش ريحته خالص النمل، فبيطفش منه على طول. وطبعا مسح كتير جدا بقى، مسح كتير جدا، وممكن تعملي بخاخه ميه بقرفه ترش البيت كله برضو. عايزه انظف مرتبه سوست فيها بقع. بصي يا ستي، هتعملي كده خليط من الصابون بتاع الملابس العادي. حاطس 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 الحمد لله. هي لا حر مريحها ولا حر مريحها ولا شتا مريحها. تجيب الانفيه. كنا بنجاوب على ايه؟ هتعملي خليط الصابون بتاع الغساله العادي السائل ده، او الباودر عادي ينفع برضو، مع شويه ميه سخنه مع شويه خل مع شويه كربوناتو، وهتاخدي الخليط ده بليفه تعملي بيه المرتبه كلها والبقع اللي عندك وتسيبيها. بعد كده بعد ما تنشف هترشي عليها كربوناتو، هتشدلك اي ريحه مش وحشه فيها. وبالمناسبه من احسن الطرق ان المرتبه بتاعتي ما تعملش ريحه ان انا ارشها كلها بالكربوناتو، كربوناتو باودر كده بس، واسيبه عليها شويه، سيبه عليها ساعه ساعتين يوم حتى مش مشكله، وبعد كده اكنسه بالمكنسه الكهرباء، بيخلي ريحه المرتبه تتشد على طول اي روائح وحشه. تاني نشوف ايه في التعليقات. شوف سارة، أنا عندي قط نشر ريحته على المرتبة والريحة قوية جدا. مشكلة كبيرة دي، استني أنا بفتح بقية الكومنت. الريحة قوية جدا، غسلتها بالمعطرات وشمستها يومين وريحة ما راحتش، أعمل إيه؟ انقذيني، المرتبة بره البيت. للأسف يا سمية مش عايزة أضايقك، بس هي مش هتروح، هيبقى لازم أو توديها لشركة تنظيف متخصصة، بس كل الحاجات اللي هتعمليها في البيت مش هتروح. كان حصل معايا نفس المشكلة في كنبة، كان عندي قط عيان يعني ومات حتى، فأثناء فترة عياه حصل برضو نفس المشكلة دي، لأن ما كانش بيقدر يتحرك من مكانه، وفعلا الريحة عمرها ما راحت يعني، غير لما جبت شركة تنظيف. جبت شركة تنظيف بقى نظفوها تنظيف عميق جدا يعني، ساعتها راحت الريحة. فهتحتاجي تعملي كده معلش، بدل ما تخسري المرتبة كلها. عجينة الليمون هتنزل لحضراتكم على الشاشة دلوقتي، وعجينة الليمون هي العجينة المعتمدة للتنظيف عندنا في البرنامج، بننظف بيها البوتاجاز، بننظف بيها الكاونترز، بننظف بيها حاجات كتيرة جدا. في ناس قالت لي احنا بنحطها على الغسيل، في ناس قالت لي على حاجة، افكار كتيرة قوي يعني، ادخلوا على الفيديو بتاعها هتلاقوا في الكومنتات افكار كتيرة قوي لاستخدامها. والنبي يا جماعة التكييف، انا هتلج. شيف سارة، كل الشكر والتقدير لشخصكم ولجميع العاملين في البرنامج، لو سمحتوا كيف أحافظ على نظافة القطط وريحة البيت منهم؟ طبعا أول حاجة في الحياة أن يكون ليهم مكان مخصص للتويلت بتاعهم، المكان ده يا ريت يكون دايما متهوي، وطبعا بننظف وراهم أول بأول، ما نقعدش نسيب المكان ده باليومين والثلاثة والأربعة ما بننظفوش، طبيعي هيعمل ريحة في البيت كله، لازم يتنظف يوميا أكتر من مرة كمان. القطط نفسها تكون نظيفة، بحميهم، بقص لهم شعرهم لما الصيف يجي، بسرح لهم فشعرهم الزيادة بينزل، البيت ما يبقاش، نحاول بقدر الإمكان نكنس شعرهم ونلمه، ما نسيبهوش في البيت كله، كل ده حاجات بتعمل ريحة. فطبعا بيحتاج جهد وبيحتاج متابعة وبيحتاج اهتمام كبير ان يبقى عندك قطط في البيت، بس طبعا هم جمال قوي ويستاهلوا يعني. حاضر، يا ريت اقتصاد في التوابل والصوصات عشان كل حاجه بقت غاليه، مثلا بهارات الفراخ كفايه او سبع احنا بقينا بنعمل كده فعلا، سبع بهارات
بهارات فراخ، بنحاول بقدر الامكان نقلل بهارات ومكونات عموما، حتى لحوم بنحاول نقللها، بنحاول والله. فاوعدك حاضر ان احنا نستمر على ده. بحبك قوي يا شيف ساره، كنت بسال حضرتك منظف البقع الملابس يدوي او بالغساله غير كلور الوان؟ طب ما انت قلتي الاثنين اللي في السوق. بصي، الخل والكربوناتو مع بعض مع ليمون كمان بيطلعوا بقع كتير جدا جدا جدا، فممكن نعتبر ده بديل، لان اللي انت قلتيهم هم احسن اتنين، فلو دول مش نافعين يبقى ايه. شكرا كده. ماشي، في تعليق. مساء الفل يا شيف سارة، في ريحة بقالها كام يوم بالليل بتظهر في الشقة، اللي هي معلش ريحة مجاري، بحط معطر في البيت وديتول وولع بخور، مش عارفة أعمل إيه. للأسف البلاعات، للأسف البلاعات. شوفي البلاعة فيها إيه، ممكن تكون مسدودة، ممكن يكون جواها حاجة عاملة ريحة، ممكن تكون مشكلة صرف في عمارتك أو في شقتك. لكن دي بصي، المشكلة دي كانت عندي في شقتي السابقة، يعني مهما عملتي الريحة ما بتروحش للأسف، لأنها بتبقى قوية جدا ومفيش أي معطرات بتغطي عليها، فمحتاجة سباك تعرفي في إيه المشكلة عندك. طبعا يا جماعة، من أكتر الحاجات اللي بتخلي ريحة البيت حقيقي حقيقي سيئة جدا المراوح والشفاطات اللي بيبقى اتجمع عليها دهون واحنا سايبينها للسنين ما بننضفهاش، حروف الشبابيك اللي في المطبخ كلها بتبقى مجمعه دهون، الدهون دي عباره عن بواقي اكل على فكره، فمتخيلين لما تقعد المده دي كلها هتعمل ريحه بشعه وشنيعه قد ايه؟ فلازم تتنضف اول باول، ما نستناش ابدا لحد ما توصل لدرجه ان ريحتها ضاربه في البيت كله. دي مش هنطلع فاصل صغير، انا معاكم اثناء الفاصل على السوشيال ميديا لايف برضو، هنطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع منه نكمل حلقتنا، مستنياكم. مصمم انت ما تسيبنيش اقعد مرتاحه صح؟ طيب رجعنا من الفاصل، طبعا احنا طول الفاصل معاكم على اللايف في السوشيال ميديا ما قفلناهوش. ونهله كاتبالي مسج، هي مش في الموضوع بس ممكن نقراها يعني لانها حاجه يعني ايه، بس نحاول نفيد. صرخه ام صعبانه عليها بنتها، هي مكافحه من صغرها، عندها حساسيه من سن 6 سنين، وشها بيورم وجسمها للاسف، والدكتور مش عارف السبب، اثرت على صحتها ونفسيتها، لكن كانت مجتهده. المهم اتخرجت من كليه تجاره، كل ما تروح تتقدم لشغل بيتنمروا عليها وترجع منها. لو سمحتي اتكلمي في الموضوع ده، هو يعني التنمر ده يعني من اسوأ واسخف واسأل افات المجتمع يعني، ما يعرفش. وبعدين الناس بتفتكره خفه دم يعني، لا يعني، هل انت شايف اللي قدامك بيضحك؟ يعني لو انت فاكر ان انت خفيف قوي لما اتريقت على حد، فانت اعتقد واضح ان هو مش مسخسخ من الضحك قدامك. واحيانا في ناس بتضحك يا عيني من الكسوف، يعني هو حد بيتريق عليه فيضحك عشان قال يعني انا بضحك معاكم على نفسي، بس هو من جواه بيبقى مدمر يعني. فيا ريت يعني في فرق، في فرق. احنا اكيد كلكم عندكم عقل صح، ربنا مدينا عقل كده، اعرف حدودي ايه في الهزار. حتى ممكن انا اقول اهزر مع اختي مثلا على حاجه، وممكن حد تاني ما ينفعش اهزر معاه نفس ليفل الهزار. ففكر برضو بعقلي شويه، انا بقول ايه لمين؟ يعني مين المساحه اللي بيني وبينه تسمح انه يقبل مني النوعيه دي من الكلام، ومين ما تسمحش؟ لكن مثلا انا شخصيا ناس كتير بتتنمر عليا، يعني ببقى عايزه اقول يعني انت تعرفيني اصلا، يعني افرق لك في ايه؟ يعني تتنمري عليا ولا ما تتنمريش؟ ويجي حد يقول لك انت مثلا، حد مثلا يقول يعلق لحد على ان مناخيره كبيره، ايوه يعمل لك ايه يعني؟ يروح يقطعها مثلا؟ هي كبيره خلقه ربنا وهتفضل كبيره لحد ما يموت، يعني يعمل لك ايه بجد يعني؟ بس ممكن مثلا اقول لحد على فكره لما بتلبس اللون ده ما بيبقاش لطيف قوي عليك، ما تجرب تلبس كده، طريقه لطيفه يعني، بس ايه اللون ده مقرف قوي عليك؟ شايفين الطريقه؟ في فرق. الاثنين وصلوا نفس المعلومه، بس واحده بطريقه تمرض يعني اللي اتقالت له، واحده بطريقه عاديه هياخدها بصدر رحب يعني. فلا للتنمر. النمل، النمل فيه كلام كتير جه عليه، احنا هنعمل حلقه للحشرات ان شاء الله. في حد عايزنا نعمل كورسات، نعمل امتى يا ايمان؟ ده احنا يعني، طيب انت مش فاهمه والله، عشان بس نلحق نرد
بس السوشيال ميديا، عشان نتابع بس السوشيال ميديا ده اليوم كله والله العظيم، ونعمل لكم فيديوهات. يعني الفيديو بياخد من الواحد يوم واتنين والله العظيم، ده غير طبعا ان احنا هوا كل يوم. فاوعدك يعني ان احنا نحاول وبنحاول والله. عايزة ايه تاني؟ اشكركم اشكركم كل اللي كاتبين لي حاجات حلوة، ربنا يخليكم يا رب. عايزة اقول لكم بقى ان الناس اللي بتبقى قلقانة مثلا من التعطير، ان انا لما ارش مثلا او امسح بحاجات فيها ريحة عطرية هتبوظ لي ريحة المطبخ ولا ريحة التلاجة، لا والله ما بتبوظش خالص، انا على طول بعمل كده. ده انا عايزة اقول لكم ان انا بحط يعني في الميه اللي بنضف، الخليط اللي بنضف بيه التلاجة بحط فيه معطر اصلا، ما بيكرفش على الاكل ولا بيعمل اي حاجة، بس بيخلي ريحتها ليمون، هو ريحته ليمون كده، فبتبقى حلوة قوي. فما تقلقوش من الحاجات دي يا جماعة. وزي ما قلت لكم التعطير مش لازم يكون بان انا اروح اجيب اغلى معطر في الدنيا، عادي جدا ان انا شوية فانيليا بمية على النار، فانيليا الباودر دي، واسيبها تغلي، بتخلي ريحة البيت كله تحفة. قرفة، الحاجات الطبيعية بتاعتنا كلنا. ناخد كارما على التليفون. يا كارما اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا مات؟ ازاي حضرتك يا شيف؟ ازيك يا كارما، عاملة ايه يا حبيبتي؟ ازاي حضرتك؟ انا بحب أنا حضرتك كويس. جدا جدا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. اسمعينا من التليفون. انا بحب حضرتك جدا جدا جدا، بحب الوصفات وبجربها على طول وبتنجح. شطورة يا حبيبة قلبي، تسلم ايدك. انت عندك كام سنة؟ انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا. تسلمي يا روح قلبي، ميرسي جدا يا كارما. انا عندي 11 سنه. 11، شطوره حبيبتي، برافو. تعلمي الطبخ من دلوقتي هتحبيه جدا، وساعدي ماما كده دايما. ماشي، انا بحبه، انا بحب الطبخ قوي. حبيبتي اهلا بيكي، نورتينا وشرفتينا. تعالوا، في حد كاتب لنا تجربه شخصيه هو عملها. يا ساره انا عملت ملمع هايل للخشب، عملت ملمع هايل للخشب المدهون والدهيب، الحاجات اللي فيها مذهب يعني، كمان هايل 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 وموفر وجميل. عبارة عن زيت برافين وجليسرين وكحول على لتر مية، برج الإزازة ولمع بيه، وكمان بلمع بيه الرخام والبوتاجاز والحوامل الزهر. والله العظيم هايل وجميل وموفر جدا. فنجان من الزيت وفنجان من الجليسرين وفنجان ونص من الكحول، بنخلطهم كويس جدا جدا، وبعدين أضيف معلقتين من أي زيت عطري وبقلب، وبعدين اضيف الميه وبس كده. دي وصفه اخدتها من على اليوتيوب وطلعت هايله جدا. ميرسي لسفينه نوح، اسمها سفينه نوح الاكونت، على المعلومه الجميله دي. شكرا للمشاركه حبيبتي، وهجربه والله هجربه. في ناس كتير كاتبه لنا على الصراصير، عندها مشكله صراصير. بصي انا بس عايزه اقول لكم حاجه، 90% من حل مشكله الصراصير والحشرات عامه النظافه. طول ما في بواقي اكل، طول ما في فتافيت اكل، طول ما المطبخ ما بينضفش، طول ما في مواد دهنيه لازقالي في الحيطه والسقف والشبابيك والشفاطات، طول ما هيبقى في حشرات. ما هم جايين عشان ياكلوا ويدوروا على الغذاء، فانا ما شاء الله مدياهم يعني منيو بوفيه كامل، وعامله لهم اوبن بوفيه، في كل حته هيروحوا هيلاقوا اكل، فطبيعي هيجوا عندي. لكن لما يجوا ما يلاقوش اي حاجه ياكلوها اكيد مش هيجوا تاني. خلي البيت دايما نظيف، دايما دايما بعد الطبخ نمسح الارض، ضروري جدا عشان نلم اي بواقي اكل وقعت مننا، وده مهم جدا. عايزه اعرف وصفه لتنظيف المرايه. المرايه ميه وبخل، جميله جدا بتخليها بتلمع، ميه بخل. عايزه حاجه لريحه الركنه، احنا اتكلمنا عن الركنه، طبعا ضروري جدا انك تهوي الشلت بتاعتها، لو بتتفك فكيها واغسليها بصفه دوريه، نفضيها كويس جدا من التراب، رشيها بمعطر كل يوم، هتلاقي على طول ريحتها جميلة. وطبعا كل فترة كده يا جماعة لازم تنظيف عميق. عايدة الرحمن عايزين نروح لها الغردقة، وحياتك يا عايدة، أنا مستعدة اتخطف يعني، اخطفيني، أنا عايزة أسافر أي حتة. إيه تاني؟ تنظيف خشب المطبخ من الدهون، عجينة الليمون السحرية اللي عملناها في البرنامج، عجينة الليمون للتنظيف رائعة للدهون، بتشوفيها كده بتدوب قدامك، فممكن تستخدميها أو تستخدمي أي منتج مزيل للدهون أنت بترتاحي فيه. أنا للأسف ما بينفعش أقول أنواع على الهوا. ما نورة بتقول إيه؟ نورة بتقول لنا بقع الهدوم أعمل فيها إيه؟ أول 90% من حل مشكلة أي بقعة إنها تتغسل أول بأول. اتحداكم يا جماعه، اي بقعه هتحصل دلوقتي هقوم اغسلها على طول هتطلع. فمعلش لو انا قاعده في مطعم ونقط عليا حاجه، معلش قومي ادخلي الحمام اشطفيها بميه وصابون على طول هتطلع.
فده اللي انا بنصح فيه دايما بالبقع، الاستعجال، استعجل دايما على تنظيفها. كل ما البقع هتقع على القماش كل ما هتدخل في النسيج والنسايل بتاعته وخلاص مش هتطلع معايا بسهوله. وطبعا البقع انواع، كل بقعه بيبقى ليها حاجه بتطلعها، مش حاجه واحده بتطلع كل البقع. السويت شيرت منين؟ انا قلت بقى خلاص مش هعرف اقول تاني هيضربوني. انا عندي ريحه بارفانات مش بحب استخدمها، ممكن ازودها ميه واحطها في بخاخ وارش منها في دولاب؟ احطي كحول وميه؟ ممكن تخفيها بكحول وميه وترشي بيها، مفيش مشكله. حلل الدهون عشان ما تكمكمش طبعا انها تنشف وتتهوى كويس. اي دهون هتتحط مرطبة في مكان مقفول هتكمكم. عايزة اعرف حل لتنظيف المطبخ، ايه مشكلتك؟ المطبخ فيه حاجات كتيرة، يعني حددي لي المشكلة ايه. ما بتعرفيش تشيل الدهون، بياخد منك وقت، يعني حدد لنا المشكلة ايه ونقول لك يا حبيبة قلبي. حمزة عثمان عايزة جولة في مطبخي الجديد. حاضر، انا وعدتكم اني هصور لكم فيديو، بس ده فيديو بياخد مني كده ايه يوم، فاوعدكم ان انا اصوره. حاضر. ميرفت محمد عايزانا ندعي لابنها عمرو ربنا يفك كربه، ربنا يفك كربه هو وكل الناس يا رب. احنا جاوبنا السؤال ده عن بقع الهدوم. حلقه عن ترتيب البيت. حاضر، هقول لك انا برضو من الحاجات المهمه جدا يا جماعه، دايما لما تيجوا ترتبوا البيت يهونوا على نفسكم، يعني مش لازم اجي النهارده اقول انا هعمل البيت كله، ممكن النهارده اعمل اوضه وبكره اعمل اوضه وبعده اعمل اوضه. الناس اللي ايدها على طول في البيت ما بتحتاجش القلبات الجامده دي، فما بترهقش، عشان صحتكم برضو وعشان الجو حر الصراحه ومش مستحمل اي فرهضه. اسمه مكعب مسك. المكعب اللي كنت عماله اوصف فيه ومش قادره افتكر اسمه، ردت عليا رحاب رمضان وقالت لي اسمه مكعب مسك، فعلا بيتباع عند العطارين كلهم. تقدروا تجيبوا واحد تحطوه في الدولاب، هيريح لكم، هيحلل لكم ريحه الدولاب جدا. تقدروا تحطوه واحد مع فوط تنظيف بيخلي برده ريحتها حلوه جدا. عنجود بصوا اهو، ده نوعيه الحاجات اللي انا بتكلم فيها. كاتبه لي تعليق بتقول لي بشرتك تعبانه وشكلك مرهق. طيب ليه يعني؟ ايه الفايده يعني لما قلت لي كده؟ صحيت الصبح عارفه والله ان بشرتي تعبانه وان انا مرهقه ووشي تعبان وعيانه، وكنت بعمل منظار معده يوم الخميس عيانه وجايه بعمل شغلي، فشجعيني كده مش تقولي لي كده. ما نقولش للناس كده في وشها، مش حاجه لطيفه. اللي تعبان عارف ان شكله تعبان، واللي وشه مرهق عارف ان وشه مرهق، والتخين عارف انه تخين، والقصير عارف انه قصير. مش محتاجين كل ما نشوفهم نقول لهم ونفكرهم، محتاجين نقول لهم حاجات ايجابيه تخلي يومهم يعدي ما يبقاش يوم رخم. يلا بينا. مش هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نجاوب بقيه اسئلتكم. فاصل صغير ومستنيكم. رجعنا من الفاصل وما زلنا بنجاوب على الاسئله بتاعتكم. تعالوا نشوف طريقه. سمر بتقول لي عايزين طريقه لطرد الطاقه السلبيه من البيت. قران، شغلي قران في البيت. وعلى فكره البيت المقفول المكتوم كله بيبقى طاقه سلبيه كده، هوي البيت كل يوم وشغلي قران وخلي، يعني انا من وجهه نظري كمان ريحه البيت الحلوه برضو بتبقى سبب يعني لطرد الطاقه السلبيه. في حد قال لي ان الورد، ان الزرع الصناعي بيجيب طاقه سلبيه. انت يا نور باين اللي قلتي لي، انت اللي قلتي لي ان الزرع الصناعي بيجيب طاقه سلبيه، دي معلومه مؤكده؟ نور قالت ان الزرع الصناعي بيجيب طاقه سلبيه، وطبعا الاساس في طاقه المكان طاقه الناس اللي فيه. طبعا انت لو طاقتك سلبيه لاي سبب من الاسباب، متضايقه، مخنوقه، انت بالعموم شخص سلبي، اكيد هتنقلي ده للبيت. فا ما ينفعش البيت برضو يبقى مظلم طول اليوم، برضو دي حاجه وحشه. فانت كده جددي طاقتك انت شخصيا ومجددي طاقه البيت، ان شاء الله يبقى كله ايجابيه يا رب. احمد ايمن كاتب لنا كورونا، معرفش قصده ايه، يعني مش فاهمه قصدك خالص. وبعدين هي مش كورونا ماتت بقى خلاص؟ مش ماتت الكورونا؟ انا اعتبرتها ماتت خلاص.
زرار اللف في الاوتوماتيك بايظ، اعمل ايه؟ الصيانه، اي حاجه تبوظ، اي حاجه تبوظ طبعا في اي جهاز عندنا لازم نجيب الصيانه. طريقه القضاء على ريحه البلاعه، انا شخصيا بدلق في البلاعه طبعا، مش قادره اقول لكم لما عملت الفيديو ده انا يعني اتكتب لي شويه كلام اليوم ده، عيطت، بس انا مش عيطت من ان انا متضايقه، هو الكلام ما كانش يعني موجه، مش حاجه ليا يعني، عيطت من كتر ما انا مصدومه ان في افكار يعني ملهاش اي اساس من الصحه ولا العلم ولا اي حاجه قد كده الناس مؤمنه بيها. انا شخصيا بصب ميه سخنه في البلاعه مغليه ومعاها خل وكربوناته، طبعا انا لما عملت كده اللي قال لي انت ازعجتي الجن، واللي قال لي انت صحيتي العفاريت، ما بهزرش، ده ناس بجد كاتبه لي الكلام ده، وانت كده هتتلبسي، واتكتب لي بقى كلام عجيب عجب العجاب. فانا بقول لكم اهو، انا ساره محمد عبد السلام البالغه من العمر 39 سنه، بقالي اتليست منهم 9 سنين بصب ميه سخنه في البلاعه ما اتلبستش ولا حاجه. فسموا الله واعملوا الحاجه وخلاص، وبلاش نؤمن بخرافات وخزعبلات. في جاوبت على السؤال ده بتاع البارفانات اللي ما بتحبيش تستخدميها، وبرضو ده جاوبناه. ازاي انظف المراتب التاكي او اعصرها؟ هل فيها بقع وكانت مركونه؟ لا يعني انت عايزه تغسلي المرتبه لدرجه انها تتعصر؟ ده كتير قوي. لا، المراتب بنظفها على الناشف مش جامد قوي كده، لان لو وصلتيها للدرجه دي هي عمرها ما هتتعصر كويس قوي، وبالتاكيد هتعمل كمكمه، وبالتاكيد هتنتج عندها هينتج عندها ريحه مش لطيفه. فلا، بلاش موضوع الغسيل الجامد قوي لدرجه العصر ده. طريقه تعطير المخدة والفرش لو ممكن، زي ما اتفقنا اي معطر انا بحبه في بخاخة وارش بيه السرير كل يوم الصبح بعد ما اروقه، بيفضل السرير ريحته جميلة طول اليوم. وطبعا اغير الفرش باستمرار، اهوي المرتبة باستمرار، اهوي المخدات باستمرار، كل الفرش عامة يتهوى باستمرار. ومش معنى ان اللحاف موجود على السرير انه يقعد بالسنة ما يتغسلش، كل شوية طبعا لازم نغسله عشان ما ينقلش اي ريحة مش حلوة للسرير. بصوا احنا جالنا انجود بتقول لي تاني شكلك تعبانه جدا، طب اجيب لها مصحف طيب واحلف لها ان انا تعبانه؟ ايوه تعبانه يا ستي. مش عارفه اعمل لها ايه، قاعده بص هي بتقولها لي بكل الطرق، خلاص عرفت والله العظيم انا عارفه اني تعبانه. السجاده بتاعت المطبخ، انا عارفه اللي انت هتقوليه ده كارثه. السجاده بتاعت المطبخ وقع عليها بيض ني، حطيت عليها ملح وشلته وغسلتها كويس، وبرده لسه فيها ريحه زفاره، هتقعدي بقى كده تعيشي حياتك شويه معاها؟ خل وكربونات وعجينه ليمون وبصي يعني كل يوم لو عايزه لحد ما تروح منها الريحه، ريحه زفاره البيض بتاخد وقت شويه كبيره عبال ما تروح، بس بتروح، بس عايزه استمراريه في التنظيف، ما تقلقيش هتروح في في النهايه يعني هتروح، بس انت خليكي وراها. انقعي اعملي كده ميه بخل وحطي فيها كربونات وانقعي فيها المشايه، يا ريت عشان اي بس بواقي بيض دخلت جوه نسيج المشايه تطلع منها وفتروح الريحه معاها. نصايحك دايما في الصميم رائعه يا حبيبتي، اشكرك 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 يا حبيبه قلبي، اسمها بدايه جديده. المعطرات ليها تاثير على الصحه؟ طبعا، لو حد عنده جيوب انفيه، عنده حساسيه صدر، ما ينفعش، انا بتكلم في الوضع الطبيعي، ما ينفعش ابقى انا مثلا عندي بني ادم ريحه العطور بتهيج له صدره واقعد ارش له في معطرات طول الوقت، فساعتها ممكن اعتمد اكتر على المعطرات الطبيعيه تكون اخف عليه. ولو محتاجه ان انا ما اعطرش خالص عشان في حد عنده حاله صحيه بتخليه ما يقدرش يتحمل ده، اكيد اكيد هعمل كده. مامتي مثلا كده، انا مامتي ما بتتحملش اي معطرات، لو رشيت جنبها بارفان مثلا وانا واقفه كده ممكن تقعد تكح هي 3 4 ساعات على حسهم، فدي مثلا هتعطر البيت ازاي؟ اكيد ما ينفعش. فطبعا ايه، بالعقل يعني. حضرتك خسيتي ازاي عملية تكميم معدة؟ لو عطرت المخدات والملاية مش هتبقع، ما تقربيش ايدك يعني، ما تخليش المعطر لازق فيهم من بعيد كده بحيث انه يبقى رذاذ ينتشر كده، ما بيبقعش خالص. انا بعمل كده كل يوم، ما عنديش اي حاجة بتبقع منه بصراحة. احنا قلنا دي الطريقة اللي قالت لنا عليها سفينة نوح على التنظيف.
ممكن ايه؟ مش فاهمة الكومنت. عندي ناموس هاموش قصدك كتير مع اني لسه منظفه بالديتول، اعرف ايه السبب؟ فاكهه بتسيبي فاكهه بره بتسيب. تعالوا اقول لكم بقى على اكتر حاجه في الحياه تجيب لكم هاموش وتخلي ريحه البيت لا تطاق. الزباله يا جماعه في الصيف، الزباله في الصيف. انا كساره بقول لكم اهو، وخدوا مني الكلمه دي، بلاش صناديق الزباله الكبيره، كارثه، عشان عبال ما بتتملي بتاخد وقت كبير جدا. فانا بفضل سايبه الزباله في البيت مده طويله جدا عبال ما الباسكت يتملي، فاقوم اخداه مفضياه، فبيبقى ريحته بشعه، وبيجيب هاموش وبيجيب حشرات وبيجيب صراصير وبيجيب نمل وبيعمل حاجات بشعه بصراحه. ارجوكم باسكت زباله صغير عشان يتملي اول باول على قد اليوم وارميه في نفس اليوم، ما تباتش الزباله في البيت. الزباله كل يوم بالليل نقوم مطلعينها. أرجوكم، ده من أول أسباب عدم وجود حشرات في البيت. والباسكتس الكبيرة قوي اللي بتجيبوها دي ما تفرحوش بيها، دي لعنة، ودي هتكون سبب في إن البيت دايماً ريحته وحشة، المطبخ دايماً ريحته وحشة، والبيت مليان حشرات. دايماً أما بنيجي نحط الباسكت بنتعامل معاه إزاي؟ باسكت الزبالة بنرش في قعره تحت في القاع بتاعه، نرش كربوناته، ويا ريت تحطوا كيس بلاستيك تتنوه كده كذا طبقه تحت، علشان لو حصل والزباله نزلت اي ميه او اي حاجه. احيانا ممكن تحطوا كمان ورق جرايد، وبعد كده حطوا كيس الزباله وغيروه اول باول. زي ما بقول اللي عنده هاموش كتير هيجيب خل تفاح تكون ريحته نفاذه جدا. نفاذه يعني ايه؟ يعني لما افتح الازازه عارفين اعمل كده ريحتي اتضايق منه. في انواع بيبقى ريحتها كده بالظبط، عايزين نوع من دول. هنجيب كوبايه صغيره نحط فيها خل التفاح، ونحط فيه نقطه صابون سائل، ونسيبها على جنب. هنلاقيها لمت لي كل الهاموش. انا بالطريقه دي بلم كل الهاموش اللي في البيت. رائحة العرق والجسم طبعا أول حاجة محتاجين نهتم بيها، النظافة الشخصية، كل بقى ما يندرج تحت كلمة نظافة شخصية. أستحمى، أنشف جسمي كويس، لما بنشفش جسمي كويس بعد الحمام بيعمل ريحة على فكرة. أنشف جسمي كويس، أستخدم فوط قطن، أستخدم ملابس داخلية قطنية في الصيف بالذات، ما نسيبش أي شعر في أماكن غير مرغوب فيها، هيعمل بكتيريا وبالتالي هيعمل روايح مش حلوة. كل دي حاجات نظافة شخصية محتاجين إن احنا نركز فيها كل يوم، بالذات بالذات في الصيف. يعني الصيف ما اعتقدش ان اليوم يتحمل ان واحد ما يستحماش، يعني لازم كل يوم. الناس ليها عادات، في ناس بتحب تستحمى الصبح وهي نازله، في ناس بتحب تستحمى بالليل، في ناس بتستحمى الصبح وبالليل. انا من الناس بتاعت بالليل، ما بلحقش يعني الصبح، فبالليل لازم اكون نايمه نظيفه، يعني خلاص عرق اليوم وترابه وتعبه كله كده نزل من عليا. ودي ابسط الاشياء اللي في الدنيا. اللبس برضو يتغير اول باول، وطبعا زي ما قلت لكم اللي بيعمل كل ده وما زال عنده ريحه عرق، فدي حاجه انا كنت قلت ده في الفاصل علشان الناس سالتني على ده على اللايف على السوشيال ميديا. الناس اللي عندها مهما كانت نظيفه وبتغير هدومها وبتستحمى وبتحط بيرفيوم وبتحط ديودرنت وبتعمل كل حاجه في الدنيا، ومع ذلك ريحتها عرق، ده احيانا بيكون علامه لحاجه في المعده او في الجسم، او مشكله كبيره جدا طبيه محتاجه تتعالج. دي بتكون علامه خطيره جدا ليها، وريد فلاج مهم جدا. فمحتاجين نركز برضو على الحاجات دي. اللي بيعمل كل ده وما زال في ريحة مش لطيفة ومش مرغوب فيها يتابع مع طبيب أرجوكم. ماشي. بعد إذنك يا شيف، عاوزة طريقة تنظيف تلاجة كنت قافلاها فترة وعملت علامات صفرة. عجينة الليمون ممكن تطلع لك العلامات الصفرة دي، جربيها كده وإن شاء الله تنفع معاكي. ممكن حتى تحطيها عليها وتسيبيها شوية، ما يجراش حاجة. طيب احنا كده جاوبنا تقريبا أغلبية الأسئلة اللي في نوع اللي في موضوع الحلقة. يعني في أسئلة كتير بس هي بره خالص موضوع الحلقة، فمعلش ما بنحبش بس ندخل الموضوع في بعض عشان الموضوع يبقى واضح وإيه ونلم بيه. يعني دي كانت حلقتنا النهاردة، حلقة السوشيال ميديا اللي بنكون سعداء جدا معاكم فيها، وبنحب جدا المشاركة اللي بتحصل والتفاعل اللي بيحصل، خصوصا لما بنكون لايف معاكم كمان على السوشيال ميديا. فهي بتبقى حلقة كل يوم حد، بنطلع لايف زي ما انتم شايفين هنا على السوشيال ميديا، وبنبقى لايف كمان على الشاشة، وبنتواصل معاكم تواصل بقى بأقصى درجات التواصل. أعتقد مفيش تواصل أكتر من كده.
يا رب تكون الحلقه فادتكم وعجبتكم. بفكركم ان حلقه النهارده اعادتها الساعه 8 وربع بالليل، اللايف بيفضل موجود على صفحه القناه، وكل حاجه قلناها وعملناها مع بعض بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصه بالقناه بي ان سي ايجيبت او بي ان سي فود، والخاصه بيا سارة عبد السلام بالعربي وبالانجليزي. ده غير كمان صفحه البرنامج اللي انتوا عليها دلوقتي سنه اولى طبخ مع الشيف سارة عبد السلام، بتنزل كل ما يخص البرنامج. اتمنى يا رب الحلقه تكون فادتكم وعجبتكم، واشوفكم بكره ان شاء الله على ميعادنا الساعه 1 في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. مع السلامة.